في هذه الساحة المسماة بالدكة في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت تصل وبصورة شبه يومية عشرات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع الحمولات والبضائع التجارية، حيث يتم إنزالها وتفريغها من قبل أكثر من 700 عامل بالأجر اليومي. وجدوا فيها فرصة تساعدهم على توفير متطلبات الحياة. الحمد لله وصلنا إلى منفذ الوديعة وحصلنا عمل، والحمد لله بنشتغل ويعني على الأسرة، والحمد لله بالأسبوع يوم يومين، يعني الحمد لله بنمشي الصرفة، اللهم لا حمد. هذه دكة عمل العمال الخاصة بالعمال منفذ الوديعة، يعني قام بتوفير فرص عمل كثير من الشباب العاطلين عن العمل. هؤلاء العمال هم عينة مصغرة ممن باتوا يعتمدون على العمل الذي يقوم به منفذ الوديعة وإسهامه في خلق استقرار للأسواق المحلية عبر إدخال المواد والسلع التجارية والاستهلاكية، بكونه البوابة البرية الوحيدة المفتوحة بين اليمن وجارتها السعودية. وجود المنفذ واستمرارية العمل فيه تعتبر من الضرورة بمكان، لأنه يشكل رافد قوي جدا للاستقرار السلعي في السوق، في دخول البضائع من المملكة العربية السعودية مباشرة ومن غيرها ترانزيت إلى اليمنيين في الداخل. وتتعزز الأهمية الاقتصادية للمنفذ في تشكيله ممرا يسمح بتصدير الإنتاج المحلي من المنتجات الصناعية والزراعية، بما وصل حجمه خلال الأشهر الماضية إلى نحو 57 مليون دولار، بما حققت إيرادات المنفذ خلال ذات الفترة رافدا مهما للخزينة العامة تجاوز 37 مليون دولار. العام الماضي بلغ الإيراد العام أكثر من 29 مليار، هذا العام بلغ النصف الأول حوالي في حدود 14 مليار، وأظن أنه إلى نهاية العام لن يزيد عن العام الماضي، لأن بعض السلع التي استوردت في العام الماضي منعت الآن من استيرادها من المملكة، كذلك الجمارك التي تفرض في بعض النقاط بين الجمرك وبعض المدن لها كذلك وقع سلبي. ومع استمرار جولات الحرب بين الأطراف المتصارعة في البلاد يزداد اعتماد اليمنيين على منفذ الوديعة، حيث يمر عبره المسافرون إلى اليمن وخارجها، وكذا ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية والدوائية. لم يعد منفذ الوديعة مجرد منفذ بري يربط اليمن بجارتها السعودية، بل شريان حياة يغذي البلاد بغالبية احتياجاتها بعد أن بات البوابة البرية الوحيدة المفتوحة بين البلدين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من منفذ الوديعة الحدود اليمنية السعودية.